السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الا كنتوا اول مره كتفرجوا في القناه ديالي، ما عليكم الا الاشتراك بالقناه وتفعلوا زر الجرس باش يوقع يوصلكم اي جديد ديال القناه ان شاء الله. اما بالنسبه للفيديو ديال اليوم، غادي نهضروا على بزاف الحوايج بخصوص الدفعه الثالثه وبخصوص الناس اللي صيفطوا رقم بطاقه التعريف الوطنيه ل 1212 وبزاف الحوايج. المهم غادي نبداو كيف ما عرفتوا في البلاغ، كان خرج باللي نهار 18 يوليوز 2020 غيبداو يصيفطوا للناس، وما استعجلوا، بداو كيصيفطوا للناس من نهار الخميس في الليل، يعني الخميس في الليل والبارح الجمعه كيصيفطوا للناس الدفعات ديالهم، واليوم ان شاء الله حيت جات مع العيد وداكشي علاش هما استعجلوا صيفطوا للناس. هذا ما كان باش يعرفوا الناس راه باللي راه بدات الصرف ديال الدفعه الثالثه. اما بالنسبه للناس اللي كيقول لي راه حنايا بدات الناس كيشدوا، حنا ما شديناش، راه جاري غير حدايا صيفط وجا الميساج لقد تم تسجيل طلبكم بنجاح بحالي وما شديتش، غير باش تفهموا واحد الحاجه، راه كاين بزاف الناس اللي غيستافدوا كيف ما وقع في الدفعه الاولى والثانيه، يعني راه بزاف الناس اللي غيستافدوا، ماشي غير انت، يعني ماشي غير 20 ولا 30، راه ملايين. وتخيلوا انتم كلشي غيصيفطوا لي في نهار واحد، اول حاجه على حساب لي بونك، ثاني حاجه على حساب الاكتضاد، ما يكونش الاكتضاد بسبب هذه الحاله اللي كاينه دابا في البلاد، يعني ممنوع التجمعات، هذه حاجه، يعني الى ما جاك اليوم غيجيك غدا، ما جاك غدا غيجيك هذه السيمانه، ما جاك هذه السيمانه يجيك السيمانه الجايه. المهم هما غيصيفطوا تقريبا كل شيء قبل العيد بسيمانه ولا اربع ايام ولا، المهم غيصيفطوا لبنادم قبل العيد حيت هما داروا الدفعه الثالثه على حساب العيد. اما بالنسبه للناس اللي كيسولوني راه حتى حنا جانا الميساج ديال لقد تم تسجيل طلبكم، واش غنستافدوا ولا لا، واش داك الميساج هو اللي كيعني اننا غنستافدوا ولا لا. كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان هذاك غير سيستم غير روبو، اما الدفعه الثالثه راه مجدين ليها هما لا ليست ديالها، فهمتوني، مجدين ليها لا ليست ديالها، فلان فلان بن علان نمرت لاكارت ديالو، نمرت التليفون ديالو، داك الميساج اللي كتصيفط انت نمرت لاكارت، اش كيدير داك السيستيم ولا داك الروبو؟ فاش كيوصلوا الميساج كيرد عليك ان راه الميساج وصلوا، وكياكتيفي لك بحال قلتي ديك الدفعه الثالثه امتى تدوز لك، هما مبروغرامين داك الشيء امتى غيدوز، بحال واحد البروغرام، بحال شي واحد وصيتيه على شي حاجه كتقول له يجي فلان اعطيه هذه، يجي فلان اعطيه هذه، بحال هكاك، هذا هو السيستيم، غير باش تفهموا هاد القضيه ديال 12 12 كيفاش. وبالنسبه للناس اللي ما جاهمش كاع الكود كيصيفطوا، كاين اللي قال لي انا راه صيفطت 40 مره وما جانيش داك لقد تم تسجيل طلبكم، راه غير الضغط، راه ماشي مهم يجيك داك الميساج، المهم ان الميساج وصل، هذا هو المهم، ان ديك نمره لاكارت ديالك وصلت ل 1212، اما باش يردوا عليك ماشي مهمه. وبالنسبه للناس اللي كيقول لي راه غلطنا وصيفطنا من نمره اخرى وعدنا صيفطنا من النمره ديالنا الحقيقيه، راه هما راه كيف ما قلت لكم راه سيستيم، ملي غيوصلوا لي دوني الصحاح ديالك راه غيقبلهم، ملي ما غاديش يوصلوا لي دوني الصحاح ديالك ولا المعلومات الصحاح ديالك راه ما غاديش يقبلهم، يعني الناس اللي غلطوا وصيفطوا من بعد نمره لاكارت صحيحه راه غيقبلوكم ان شاء الله. هذه من جهه، اما من جهه اخرى بالنسبه للناس اللي كيقول لي راه وصلنا الكود، واحد السيده سولتني قبل قالت لي عافاك راه الكود جا للوالد ومسحو، الله يرحم لكم الوالدين، انا ماشي غادي نقص من والديكم ولا شي واحد، اي واحد ما تزادش عارف، والناس الكبار مساكن ما كيعرفوش التليفونات ديال دابا ولا غير التليفون عادي، تيجي شي حاجه كيبقى يورك، الله يحسن العوان، التليفون اللي غادي يجي فيه الميساج ولا ديك النمره حاولوا تبعدوه، تحطوه في شي بلاصه تيجي الميساج وقراوه وكتبوا دوك، من الاحسن كتبوا داك الكود، كتبوا داك الكود والبنكة اللي غادي تمشوا ليها وسيروا كتبوه في ورقه نتوما كاع باش ما تغلطوش باش ما يتمسحش ليكم، حيت دابا المشكل الا مسحت الميساج ما عرفتش واش لابونك الحل، انا ما عرفتوش واش كتمشي لابونك يعطوك داك الشيء ولا لا، ما عرفتش، يعني الله يرحم لكم الوالدين، حاولوا التليفونات ديالكم راقبوهم باش ما يتمسحوش لكم داك الميساجات اللي غيجي فيه الكود ديال الفلوس شحال غادي تشد واش من لابونك، من الاحسن تبعدوهم على الناس الكبار ولا الدراري الصغار باش ما يمسحوش لكم الميساج، هذا ما كان. المهم نتمنى انني فدتكم في هذا الفيديو، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وتشتركوا في القناه، ونتمنى ان القناه ديالي هذا الشيء اللي كنديروا على الدعم انكم كتستافدوا، وما تنساوش تدعوا معايا ودعوا معنا برحمه الوالدين، هذا ما كان، تهلاو في راسكم، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، تابوناو في لاشين، تهلاو في راسكم.